السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لاباس عليك؟ الحمد لله. والله. الله يخليك. الله يخليك. شو بيا تاع الحمد لله. طيبة بخير؟ الحمد لله. طلب الله دخل في رحمة الله وتيسيروا بالبركة. متعرفين. يا أرحم الراحمين. متعرفين. أمين. مرحبنا معنا سي راقي إن شاء الله تسيري شي بركة. إن شاء الله. إن شاء الله طلب الله تيسيروا الشفاء والشافي والله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. أسباب والشافي والله سبحانه وتعالى. وكان تر سيدة. أمين يا أرحم الراحمين. الأكسية الأولى والثانية الله ينسى سيدة الله معين والله يطلع دراجته أمين يا والله يحن فيه أمين. خلي بنت خلوا باش مرين دابا لا وشي باش نعطي كنتي الموسيقى السلام عليكم دبحتي أنا لولد لبنت أنا لوية طيب فين نرتاح هنا؟ عطيه شي حاجه ديال شي حاجه شي نرتاح هنا لا ما كيقدرش كيفاش يدير ام الحاجه حطوا عاد حالكم باش يقدروا زيدي شويه زيدي هذاك الشيء اوكي بحال هكا اي بنت سمح لي بحال هكا تولي تهوى شويه اخا شويه اللي تهوى شويه لا شدي شدي وقفه معايا الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحم الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما لا تنمل لا تزيارة في الصدر الكرش البولة والو هذا ماء الرقية ها علاش دابا انت خاصك اصلا ما تشربش باش ما تبولش ها ولكن الا ما شربتش راك غتبول ولكن دابا انت عمرك ما تشرب كاع ميتي ولا غتموت ما يمكنش ممكن الجوع يصبر الانسان بالنسبه للاطباء ما حاولوش يديروا شي تيو مثال شي حاجه يسرحوه باش يتنفس شويه ما كاينش واش عنده مشكل في الجهاز البولي غتكون عنده النبوله فيها شي مشكل ها ما يمكنش ما عندكش دواء شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من داء الا وانزل معه دواء فتداوى ولا تداوى بحرام ولكن بالنسبه للاطباء ما كاينش حل ما يمكنش لا بلاش شرب هذاك الماء غتمحل ولا شنو؟ راه يبقى لها بيا يفكش
السلام عليكم مشاهدينا على قناة الوجهة، ومرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من برنامج العالم الآخر. اليوم احنا كنتواجدوا ببيت السيدة عائشة اللي الزوج ديالها كيعاني من واحد المرض مزمن، مرض كيف ما كتشاهدوا مشاهدينا حالة يرثى لها المدة ديال 11 عام. غنحاولوا نتكلموا مع الزوجه ديال هذا المريض هذا، وباش نعرفوا يعني المعاناه ديالها ونعرفوا المراحل اللي مر منها هذا السيد هذا. السلام عليكم لاله عائشه. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك معنا. ربي يخليك ويطول عمرك. واش ممكن تحكي لينا يعني القصه والمعاناه ديالو مع المرض من البدايه؟ عيت ولا بحال هكايا، ديت ودوزت لي، درت لي داك الشيء ديال المعده، درت لي ديال المسران، دار تلقاي الطبيب هزي ما عندو حتى حاجه، هزيتو جدو من تما وانا كنعاني معاه، كنمشي ندير داك الخبيز وكنجيبو ليه، هذا هو الهدف ديالي انا، باش المحسنين يعاونوني باش نمشي ندير السبيطار، ما عنديش، الغالب الله، الغالب الله، بغيت ندي غير للسبيطار ما عنديش فاش غندي. ما عنديش الامكانيه، وعير انا وياه ما عندي لا ولد لا بنت. هو من قبل فاش كان كيخدم؟ نوع العمل كان بيع وشرايك، داك الشيء ديال الحيوانات. ملي برك لا ما عندوش لا نتريت هو ما عنديش انا. ما عندكش انت شي وليدات اللي غادي تكفي؟ ما عندي حتى ولد معاه، ما عندي لا ولد لا بنت معاه، وكنعجن الخبز، كنعجن 50 خبزه في الصباح 50 في العشيه، كنديها من طريق الرباط، وكنمشي حتى لهذا السكاكيين. دابا انا تغلبت تقهرت، دابا كنطلب من الله وسيدنا الله ينصرو والمحسنين يشوفوا من حالي. بالنسبه للماكله اللي كياكل، واش ممكن تكلمي لي على نوع الماكله اللي كياكل؟ كاين ياكل كيكه عصير، الخبز ما كيدخلوش كرشو، هذا هو الماكله ديالو. كيشرب الماء؟ ما كيشربش الماء نهائيا. شحال المده دابا ما كيشربش؟ 10 عام هو كواك، ما كيشربش غير عصير وكيكه صافي، هذا هو الماكله ديالو. 11 عام ما تيشربش الماء. 11 عام ما كيشربوش، ما يشرب لا ماء لا اتاي لا حتى شي حاجه، دابا باش شي حاجه اللي دير لي تعوض لي الماء ما كيشربهاش الا عصير وكيكه. ما كيوقف ما كيتمشى بحال دابا الا بغيتي تخرجيه ولا كيفاش ما كيوقفش، ما كيوقفش راه ما كيعا كنهزو كنركبو كنركبو باش كنهودو، وعندي كروسه هاد الكروسه ديال المعاقين باش كنديه، وعطاو لي غير الناس. علاش ما كيشربش الماء؟ كيقول لك محصور. واخا حنا غادي ها كيقول لك محصور. محصور حاجتك من البول. عمر عمر. سي عمر واش ممكن تجاوبنا علاش ما كتشربش الماء؟ انا محصور من الماء ما نقدرش نبول. غادي محني في ذاتي. كتحس بشي الام كتحس؟ والو ما كنحس حتى بحاجه سوى البول فقط. واخا سي عمر شنو كطلب من المحسنين؟ ويعاونونا شويه وصافي على المصاريف تاع الزمان وصافي. وعلى العلاج. واخا نرجع عند السيده عائشه، شنو هو النداء ديالك الاخير؟ انا كنطلب من المحسنين يعاونوني على نعالجو. إذا تعالج من الأحسن يتعالج. قاسيتي معاه بزاف. قاسيت معاه بزاف. 11 عام تغلبت وأنا حنين لا رحيم وبركت. من رمضان وأنا باركة. ما كاينش اللي كيدخل عليك الطاقة بتاعت النعناع. أنا بغيت نعالجو. انا بغيت مستعده من اليوم نمشي ندير السبيطار، بغيت يتعالج، انا ما كرهتش يتعالج، وكنطلب من الله من المحسنين والاكثريه والاولى والثانيه سيدنا الله ينصرو يشوف من حالي، والله يقوي منه، والله يزيد في مداده، والله ينصرو على العديان، هادشي اللي كنطلب. مشاهدينا كيحضر معنا في هذه الزياره الراقي المغربي سليم اللي غادي يحاول يعني يكشف لنا على الحاله ديال سي عمر. مرحبا بك سي سليم. شكرا استاذة الكريمة، مرحبا. سي سليم بعد ما تكلمتي معاه ودرتي ليه واحد شي شوية ديال الرقية، واش ممكن تعطينا شي تفسير لهذه الحالة ديالو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحالة ديال سي عمر، بعد ما درنا الرقية وحاول ما أمكن شخصوا الحالة ديالو، فتبينت أن سي عمر كيعاني من حالة يعني عضوية ليس روحية، فبالتالي من تبين وسألته بعض الأسئلة مثال حول الرقية، باش حسيتي من خلال أعراض العين، أعراض الحسد، أعراض السحر مأكول، فقال لي سي عمر أنا ما كنحس بوالو، الحمد لله ما حسيت بولا
الشيء، رغم اننا حاولنا ما امكن نبينوا هذه الحاله المرض السحري الى غير ذلك من هذه المسائل، وتبين لنا ان السي عمر كيعاني من مرض عضوي وليس مرض روحي. فبالتالي حين سقسيته انه 11 سنه هذا الانسان لا يستطيع ان يشرب الماء، ودابا حاولت ما امكن جبت له القنينه ديال الماء فيها الرقيه الشرعيه، قلت ليه السي عمر اشرب، قال لي لا يمكن ومستحيل، بحيث ان هذا الانسان ما كيشربش الماء لمده 11 سنه. بماذا كياكل اشنو كيشرب؟ قال لك كاس شويه ديال العصيري وكيكه، هذه المده ديال 11 سنه كما حكات الزوجه ديالو. ولذلك ايها الاخوه والاخوات الكريم، نسال الله الاخوات والاخوه الكرماء، نسال الله عز وجل ان تكون في ميزان حسناتكم هذه الالتفاته، حتى نكون خير سند وخير خلف لهذا الانسان، لانه يعاني حاله يعني مزريه طبيه. فبالتالي النداء لجميع الاطباء انهم يعانيوا يكشفوا على هذه الحاله هذه كذلك، ويشخصوا الحاله ديالو، والله لا يدعو اجر من احسن عمله. الحاجه نرجع لك، واش ممكن تعطينا شي الرقم ديالك باش يتصلوا بك المحسنين اللي بغاو يقدموا لك هذه المساعده؟ بنتي انا اميه ما كنعرفش نقرا، غادي نعطيك بالرقم، بالرقم باش نجمعوا كامل في خاطر ما نقدرش. كاين 06 5 0 7 2 5 0 7 0 06 عاودي. كاين 06 5 0 7 2 5 0 6 0. تبارك الله عليك، هو هذاك. اذا نجمعوا كامل ما نعرف، ماشي مشكل. اذا مشاهدينا الى هنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج العالم الاخر، وحنا بدورنا مشاهدينا كنوجهوا النداء ديالنا لكل الاطباء ولكل المحسنين والوزير الصحه يشوفوا هذه الحاله، هذه حاله اللي نادره، يعني انسان في 11 عام وهو مقعد، هو طريح الفراش، يعني ما كيشربش ما كياكلش، كيتغدى على قطعه ديال الكعك والعصير. اذا مشاهدينا نكتفيو بهذا القدر، والسلام عليكم.